هنتكلم عن الماجنتيك سيركتس يا شباب. اول حاجه لو انا عندي مثلا الايرن كور كده بالمنظر دوت وفي ملف بالشكل دوت داخل فيه تيار مثلا وليه عدد لفات ام، فاحنا هنعمل له انالوجي مع الدي سي سيركت. يعني دي الماجنتيك سيركت هنعمل لها انالوجي، يعني هنعمل لها تناظر مع الدي سي سيركت. الدي سي سيركت الN في الاي تدي حاجه اسمها الماجنيتو موتيف فورس، دي اللي بيقابلها في الدي سي سيركت اللي هو البطاريه او الالكترو موتيف فورس. والايرون كور نفسه بيبقى ليه مقاومه بنسميها الريلاكتانس. الريلاكتانس دي اللي بيقابلها في الدي سي اللي هي المقاومه او الار. فلو اتكلمنا عن المقاومه في الدي سي سيركت هي عباره عن رو ار، هي عباره عن رو في ال على ايه، الرو احنا ممكن نخليها ال على سيجما في الايه، السيجما دي اللي هي التوصيليه اللي بيقابلها في المغناطيسيه اللي هي البرمابيليتي او اللي هو البرمابيليتي او النفاذيه المغناطيسيه للماده اللي هي بيبقى عباره عن ميو نوت في ميو ار. ميو ار دي بتبقى لو انا بتكلم عن حديد فبتبقى تقريبا ب 2500، الا بقى لو ده في المساله. لو انا بتكلم عن الهواء فبتبقى بواحد. اما الميو نوت بتبقى 4 باي في 10 اس ناقص 7. طب لو انا عندي هنا مثلا في الجزء ده في الايرون كور جاب، يعني الحته دي عباره عن جاب اير جاب. فهنا دي هتبقى بسبب الكور والحته دي بتبقى بسبب الجاب. طيب دي هنحسبها ازاي؟ تبقى ان في اي زي ما احنا قلنا ان هي الماجنيتو موتيف فورس. طيب الار سي او اللي بسبب الريلاكتنس اللي بسبب الحديد هتبقى ال الطول بتاع الحته ده، يعني لو قلنا الطول بتاعه الجزئيه دي مثلا اسمه ال ام، مثلا ال ام على الميو نوت في الميو ار اللي هي الريليتيف بيرمابيليتي في الاريا بتاعت الجزء. والار جاب بيبقى بنفس الحوار، ممكن يدي الطول بتاع الحته ديت مثلا اسمه ال جاب على ميو نوت في ميو ار في الاريا بتاعتها. الميو نوت بتبقى دايما قلنا عليها ان هي بتبقى ب 4 باي في 10 اس ناقص 7، لكن الميو ار حسب الماده، يعني هنا لو ستيل في الغالب بتبقى 2500 او حسب ما بيديها في المساله. هنا بالنسبه للجاب دي بتبقى واحد. بعد كده هنتكلم عن السيلف اندكتنس او اللي هو الحس الذاتي اللي بيبقى في الملف. حسب القانون بتاع او السيلف اندكتنس هي عباره عن حاجه اسمها اللمضة على الاي اللي هو التيار. الامر ده بيسموه اللينكج، هو عباره عن الان في الفاي على الاي. طيب احنا قلنا احنا بنعمل انالوجي ما بين الماجنتيك سيركت والدي سي سيركت، بمعنى ان برضو قانون اوم في الدي سي سيركت اللي هو الفي كان بيساوي اي في ار، بنعمل له انالوجي في حته الماجنتيك، يعني بنعمل له تناظر ان الام ام اف بتساوي الاي بيقابله حته الايه الماجنتيك فلكس، يعني الاي بيقابله الماجنتيك فلكس او فاي، والار اللي هي الريلاكتنس، والام ام اف احنا قلنا ان هي بتساوي ان في اي. فاحنا ممكن نشيل الفاي من هنا ونقول ان هي عباره عن ان على اي، ان في اي على ار، ونعوض بيها في القانون بتاعنا اللي هو بتاع ال، فتبقى الان تبقى هنا ان سكوير في الاي هتروح مع الاي على الار، والار احنا عارفين ان هي عباره عن ال على ميو في الاريا اللي هو القانون بتاع الثانويه عامه اللي هو ان السيلف اندكتنس بتعتمد على الجيومتري، على الجيومتري بتاعت الملف اللي هو عدد اللفات والطول بتاعه والاريا بتاعته وهكذا. طيب كمان احنا قلنا ان ال اللي ممكن نقول عليها ان هي عباره عن ان فاي على الاي، دي هي حته السيلف اندكتنس اللي تبقى في الملف نفسه. طب لو اتكلمنا عن الميوتشوال اندكتنس او حته ال الميوتشوال اندكتنس او الحس المتبادل بين الملفين، يعني لو عندي مثلا ملف اس 1
ماشي فيه تيار اي واحد وملف تاني اس اتنين ماشي فيه تيار اي اتنين وعدد لفات ده ان اتنين وده لفاته ان واحد. فالميوتشوال اندكتنس لو سميناها مثلا ان واحد اتنين يعني هي عبارة عن ان او الاندكتنس اللي حصل في واحد نتيجة من اتنين وعبارة عن ان في فاي على الاي. يعني اللي حصل في واحد نتيجة من اتنين يعني هنا نحط اتنين اي اتنين يعني هو ناتج من التيار بتاع اي اتنين وهنا الان هتبقى اللي بتأثر في الملفات بتاعت اي اللي هو ان واحد اللي هي ملفات الملف الاولاني. والفاي بنسميها الفاي ميوتشوال اللي هي الفاي المتبادلة ما بينهم لان الفاي اللي بتطلع من الملف في منه جزء ليكج جزء طاير في الهواء وجزء بيبقى الميوتشوال اللي بيروح من الملف الاول الملف الثاني والملف الثاني الملف الاول. برضو نفس الكلام لو قلت ام 2 1 اللي بيبقى من 1 ل 2 فبيبقى هنا الاي 1 وهنا ان 2 وهنا فاي ام وفي الغالب بيبقوا الاثنين قد بعض الكومتين قد بعض. طيب في قانون بقى بيربط بين السيلف اندكتنس والميوتشوال اندكتنس اللي هو الحس الحس الذاتي والحس المتبادل بين الملفين وهو ان الام الميوتشوال اندكتنس اللي احنا قلنا ان الاثنين دول بيساووا بعض اصلا لان الفاي بتبقى قد الفاي والجزء المتبادل هنا قد الجزء المتبادل هنا بيساوي الكي وده بيسموه الكابلنج اوف كوفيشنت اوف كابلنج او اللي بيعمل ازدواج ما بين الملفين معامل ازدواج بين الملفين وهو عباره عن روت كي 1 في كي 2 في روت ال 1 في ال 2 اللي هو السيلف اندكتنس للملف الاولاني وده السيلف اندكتنس للملف الثاني. طب انا اتكلمت عن الفاي بتاعت الملف الاولاني هي عباره عن فاي 1 1 زائد الفاي ميوتشوال ده الجزء الليكج اللي هو اللي طاير في الهواء وده الجزء الميوتشوال اللي راح للملف الثاني وهكذا. برضو الفاي 2 هو عباره عن فاي 2 2 زائد الفاي الميوتشوال اللي هو الجزء اللي راح للملف الثاني وده الجزء اللي رايح للملف او ده الجزء اللي طاير في الهواء. هنتكلم دلوقتي عن جزء الترانسفورمر. الترانسفورمر مقسوم عندنا لجزئين الجزء الايديال او اللي هو المثالي والجزء البراكتيكال. ايه هو الترانسفورمر الحقيقي؟ الجزء الايديال اللي هو ما بيراعيش فيه اي لوسز او اي خساره في الطاقه لكن الجزء البراكتيكال هو اللي بيراعي الكلام ده. طب نبدا اول حاجه بالجزء الايديال. هو بيبقى عباره عن مصدر للفولتج وعدد لفات ان واحد ومصدر وعدد لفات ان اتنين وهنا بيبقى الحمل او اللود اللي بيأثر عليه. زي ما احنا قلنا ما بيبقاش في اي فقد للطاقه. معنى كده ان البي واحد قد او الاس واحد قد الاس اتنين اللي هي الابيرنت اللي هي عباره عن في واحد في اي واحد تساوي في اتنين في اي اتنين. فده كده اول حاجه نستفادها من حته الايديال ترانسفورمر. تاني حاجه ان في قانون اللي هو جاي من قانون فاراداي اللي هو الاي ام اف اللي ناتجه بسبب الحس اللي في الملف. هي عباره عن 4.44 في ان في فاي في فاي في ان في اف في فاي ماكس اللي هي ان واحد. وبرده نفس الكلام لاي ام اف 2 اللي هي 4.44 ان 2 في اف في فاي ام. من نظريه العمل الاف هنا هي نفسها الاف هنا. وبالتالي زي ما احنا قلنا مفيش فقد في الطاقه فاي ام اف 1 على اي ام اف 2 هتساوي ان 1 على ان 2 وبالتالي برده في 1 على في 2 ده بيساوي اي 2 على اي 1. من العلاقه دي اللي بتلخص الترانسفورمر او الايديال ترانسفورمر نفهم ان المحول اللي بيبقى رافع للجهد بيبقى خافض للتيار وان العلاقه ما بينهم علاقه عكسيه. ده كده الجزئيه بتاعت الايديال ترانسفورمر. ففي حته اسمها الريفيرنج. يعني ايه ريفيرنج؟ ان احنا بنخليهم كلهم عشان نعرف نحل الدايره نخليهم دايره واحده. يعني لو انا عندي هنا حمل الزد ال دوت عايز انسبه للدايره بتاعت البرايمري فاحنا النسبه ما بين ان 1 لان 2 بنسميها ايه؟ ولو انا عاوز انقل جهد يعني مثلا هنا الفي لود عايز انقله للفي برايمري بضرب الفي لود يعني بسميها في لود داش بضرب الفي لود في الاي على طول اللي هي النسبه. طب لو انا عايز احول مثلا الزد ال بضرب الزد ال داش زد ال في الاي سكوير. طب لو عايز احول مثلا التيار اللي ماشي في البرايمري سميه مثلا الاي بتاع اللود اي ال داش هو عباره عن الاي لود وبقسمها على الاي
يعني ال N واحد على N اتنين ده كده عملت ريفيرنج من السكندري للبرايمري، والجزء ده هينفعنا في حل المسائل جدا. طيب بعد كده هنتكلم عن جزء البراكتيكال ترانسفورمر. في البراكتيكال ترانسفورمر بيبدا يظهر اللوسز والفقد في الطاقه، يعني بيبقى في دايره اسمها الاكزاكت ايكويفالنت سيركت، دي بتبقى عباره عن الدايره بتاعه الجزء البرايمري فيها المقاومه بتاعته بتاعت السلاك والاكس بتاعته، والجزء اسمه ار سي ده اللي بيبقى ناتج من الكور، وجزء اللي هو الاكس ام ده بيبقى سبب المغناطه اللي بتحصل في الكور. وبعد كده الملفات نفس الكلام، دي كده دايره البرايمري. دايره السكندري بيبقى فيها برضو مقاومه نسميها ار 2، وفيها الجزء بتاع الحس اللي هو اكس 2، وهنا اللود الحمل او زد ال، وبيبقى عليه الجزء ده بنسميه في 2، وهنا بيبقى بيأثر ال V1. الجزء دوت بيبقى نسبة N1 ل N2، ده الجزء الايديال بتاع الايديال ترانسفورمر. طيب دي الدايرة الاكزاكت، الشغل اللي على الدايرة الاكزاكت بيبقى عامل ازاي؟ ان احنا بنعمل ريفيرنج للجزء بتاع الدايرة السكندري للجزء البرايمري. ازاي؟ ان احنا نقول ان R2 داش زي ما احنا عملنا قبل كده هي عبارة عن R2 في A سكوير، و X2 داش هي عبارة عن X2 في A سكوير، وال V2 داش هي عبارة عن V2 في الـ A. نفس الكلام ممكن نقول ان ZL زي ما عملناه من شوية هي عبارة عن ZL في A سكوير. طيب لو انا عايز اعمل ريفيرنج للتيار اللي ماشي في الدايرة دي اخليه I2 داش، هيبقى I2 على الـ A، فحولناها لدايرة ريفيرنج للبرايمري تبقى بالمنظر ده، ادي R1 ادي اكس واحد وادي ار سي وادي اكس ام، وهنا بيبقى فيه الار 2 داش والاكس 2 داش والزد ال داش، وهنا بيبقى الفي 2 داش، وماشي هنا التيار اللي هو اي 2 داش، وهنا ده التيار اللي هو اي 1. هنا بيبقى فيه جزء من التيار اسمه الـ IO او بيسموه الـ No Load Current، وده هنعرف ليه شوية كده ليه بنسميه بالاسم ده. طيب لو انا بتكلم عن الـ العلاقة اللي احنا عرفنا ازاي بنعمل Referring، العلاقة اللي هي بتاعت ان الـ E2 لو انا طبقت كيرشوف قانون كيرشوف قبل ما اعمل التحويلة كان هنا في E2 اللي ناتجة في الملف، فاي 2 كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن لو انا دلوقتي مفيش دلوقتي بتكلمش عن الزد ال، انا بتكلم عن الار 2 والاكس 2، فهيبقى عباره عن اي 2 في ار 2 زائد اكس 2 في الجي زائد في 2، ده من الكيرشوف فولتج لو. طيب الحته اللي هي الاي 2 احنا عارفين ان اي 2 على او اي 1 على اي 2 بيساوي N1 على N2، فأنا ممكن أشيل E2 ديت خالص وأحط مكانها E1 في N2 على N1، وإحنا عارفين إن I2 داش هي عبارة عن I2 على الـ A، يعني ممكن أقول إن I2 هي عبارة عن I2 داش في N1 على N2 اللي هي إن أنا وديت دي الناحية التانية، فأنا ممكن أشيل الـ I2 وأحط مكانها I2 داش في N1 على N2، وهنا R2 X2G زائد V2. لو انا ضربت في المعادلة دي كلها في N1 على N2، وهنا هيتبقى لي E1 بيساوي I2 داش N1 على N2 سكوير في R2 زائد X2G زائد V2 في N1 على N2، ديت هي الـ A سكوير الاي سكوير، فلما تتضرب في الار 2 في الاكس 2 هتدينا ار 2 داش، وهنا دي هتدينا اكس 2 داش جي، ودي برضو هي الاي في الفي 2 يعني في 2 داش. فمن هنا نفهم ان الاي 2 داش لان كل العلاقه كلها عباره عن داش، يعني دي بتماثل الاي 2 داش هي بتساوي الاي 1. فمثلا لو جاب سؤال مثلا
كان طالب ان هو عايز الفي 1 وانا معايا الاكسات ومعايا الارات ومعايا الاي 2 اللي ماشي في الدايره هنا. لو انا هحلها بالطريقه بتاعه الدايره الاكزاكت هستعمل المعادله ديت واجيب منها الاي 2 داش اللي هو الفرق او فرق الحته ديت، ومنها هجيب الار، هجيب التيار بتاع الاي سي. ليه؟ لان الاي سي هو عباره عن الاي 2 داش على الار سي. نفس الكلام هجيب التيار بتاع الاي ام اللي هو عباره عن اي 2 داش على الاكس ام، واجمعهم مع بعض يجيب لي النودد كارنت. ولو معايا الاي 2 داش فاقدر اقول ان اي 1 هي عباره عن الاي نوت زائد الاي 2 داش، ومنها اقدر اجيب الفي 1. طب دي كده الاكزاكت. طب لو انا عندي حاجه تانية اسمها الابروكسيميت، الابروكسيميت دي طريقه للتسهيل. ازاي؟ ان احنا بنحط الجزء اللي هو بتاع الار سي والاكس ام توازي مع المصدر، توازي مع المصدر، وهنا بيبقى الاكس اكويفالنت 1 وار اكويفالنت 1، وهنا بنتكلم عن الزد ايه، زد ال. عشان التسهيل لو قلت ان دي هنا مثلا هو اي 1، فعشان مقاومه الار سي والاكس ام اكبر بكتير جدا من الاكس اكويفالنت 1 والار اكويفالنت 1، فمعظم التيار هيمر في الدايره اللي هي الجزء دوت، مفيش حاجه هتمر تقريبا في الجزء دوت، فهنا كاني ماشي اي 1. فعلى طول لو انا عايز اجيب الفي 1 فهيبقى عباره عن عباره عن اي 1 في اكس اكويفالنت 1 زائد ار اكويفالنت 1، طبعا اكس اكويفالنت في الجي وار اكويفالنت 1. فدي طريقه الابروكسيميت، طريقه اسهل بكتير من الطريقه الاكزاكت ان اقدر اجيب الفي 1 على طول. طبعا الاكس اكويفالنت هي عباره عن الاكس 1 زائد الاكس 2 داش، والار اكويفالنت هو عباره عن الار 1 زائد الار 2 داش. يبقى دي كده طريقه الابروكسيميت ودي طريقه الايه الاكزاكت. واقف سنه شويه، وقف ولا وقف؟ وقف ماشي، انا طيست طبعا كده لسه ودست التكنولوجي، ودست التكنولوجي ده قانون انت تحل بيه. ترانسفورمر مليان لسه في حاجه اسمها التست، حاجه اسمها اللي هي الافشنسي، وحاجه اسمها ريجوليشن. بعد كده نشرح الجزء بتاع التست. جزء التست ده بنستفيد منه في ايه؟ في ان احنا بنجيب البارامترز بتاعه الجهاز اللي هم ايه، اللي هم الاكس ايكويفالنت والار ايكويفالنت والار سي والاكس ام. طيب التست بتاع الاكس ايكويفالنت والار ايكويفالنت اسمه الشورت سيركت تيست، انما عشان اجيب الار سي والاكس ام يبقى ليها حاجه اسمها الاوبن سيركت تيست. طيب اول حاجه هنتكلم عن الاوبن سيركت تيست. لو احنا جينا للدايره بالشكل، هنشتغل على الشكل اللي هو الابروكسيمت، ادي الايه الار سي وادي الاكس ام وادي هنا كان في جزء الاكس ايكويفالنت واحد، احنا عملنا هنا ريفيرنج للبرايمري، وده ار ايكويفالنت واحد. لو احنا عملناها اوبن سيركت تيست وهنا في في واحد، يعني مش هنحط مقاومه او لود في الدايره هنا، هنفتح الدايره اللي عملناها ريفيرنج ديت. فبالتالي التيار ده اللي هيبقى ماشي بنسميه الاي اوبن سيركت، والفي بتبقى اسمها الفي اوبن سيركت. في الدايره هنا بنبقى حاطين جهاز قياس زي الاميتر فولتاميتر، وجهاز اسمه الوات ميتر او اللي هو اللي بيقيس الباور او الاكتف باور. طب لما اقيس الاكتف باور او البي اللي هي عباره عن اي اوبن سيركت في في اوبن سيركت في كوساين فاي، الفاي دي اللي هي الباور فاكتور، بنقدر نحسب الفي ونحسب الاي، بنقدر نجيب الباور فاكتور ومنها نجيب الزاويه فاي اللي عباره عن كوساين انفرس الباور فاكتور. طب لو احنا رسمنا او خدنا الفي اوبن سيركت كريفرنس لينا،
كريفرنس لينا. احنا محتاجين نجيب ايه؟ محتاجين نحسب الار سي ومحتاجين نحسب الاكس ام. فلو احنا يبقى احنا محتاجين نحسب التيار اللي ماشي في الاكس ام اللي هو سميه اي ام والتيار اللي هو اي سي. طيب اللي ماشي في الار سي ده هيبقى ماشي مع التيار او ماشي مع الفي او سي اللي هو بيبقى ان فيز معاه، يعني اللي هو اي في ار او سي اللي هو بنسميه الاي الاي سي. وبالنسبه للتيار اللي ماشي في الاكس ام اللي بنسميه الاي ام ده بيبقى متاخر بحوالي 90 درجه، متاخر كده ب 90 درجه عن الفي او سي اللي هو التيار اللي هو اي ام. المحصله بتاعتهم على بعض بيبقى هي عباره عن الاي اوبن سيركت. طيب الزاويه دي اللي هي الزاويه بتاعت الباور فاكتور اللي هي الفاي. فبالتالي انا اقدر احسب الاي سي ان انا اقول ان هي عباره عن الاي او سي كوساين فاي، والاي ام هي عباره عن الاي اوبن سيركت في ساين فاي. الفاي دي اجيبها منين؟ اجيبها من الباور فاكتور. انا حاطط جهاز بيقيس الباور وجهاز بيقيس الفولتج وجهاز بيقيس الكرنت، وبالتالي بقى معانا قيمه الاي ام ومعانا قيمه الايه او الاي ام وقيمه الاي سي ومعانا كمان قيمه الفي او سي. وبالتالي نقدر نحسب قيمه الاكس ام ازاي، ان هي عباره عن الفي او سي على الايه على الـ على الكرنت بتاعها اللي هو الاي اللي هو الاي ام. وكمان نقدر نحسب الار سي اللي هي عباره عن الفي بتاع الاوبن سيركت على الجزء بتاع اللي هو الاي سي. كده نقدر نحسب الايه الاثنين بارامترز دول. طب بالنسبه للجزء بتاع الشورت سيركت تيست، ان احنا عندنا نفس الدايره، ادي هنا هو الار سي وادي هنا الاكس ام، وهنا بيبقى فيه الار ايكوفالنت واحد لو انا عامل لها ريفير لواحد، وهنا اكس ايكوفالنت واحد، وهنا حاطط شورت سيركت يعني حاطط سلك فاضي في الدايره هنا، وبرده حاطط نفس الاجهزه الوات ميتر والاميتر والفولت ميتر. فبرضو هقدر احسب الباور، طب الباور ممكن نقول عليها ايه اللي هي القيمه الاكتف؟ ممكن نقول عليها ان هي عباره عن الاي شورت سيركت، طبعا هنا ده الفي شورت سيركت وهنا ده الاي شورت سيركت سكوير في الار ايكويفالنت. انا حاسب بالقيمه دي وحاسب قيمه الشورت سيركت اللي عندي اميتر، يبقى اقدر اجيب الار ايكويفالنت. وكمان ممكن نحسب الزد ايكويفالنت. نحسب الزد ايكويفالنت ازاي؟ ان هي عباره عن الفي شورت سيركت على الاي شورت سيركت، ويبقى ليها زاويه معينه، بس احنا مش هتهمنا الزاويه في حاجه، لكن اللي يهمنا ان انا اجيب الاكس ايكويفالنت اللي هي تبقى عباره عن سكوير روت الزد ايكويفالنت سكوير ناقص الار ايكويفالنت سكوير. وكده نقدر نحسب الاكس ايكويفالنت. يبقى نقدر نحسب الاثنين بارامترز دول من الشورت سيركت تيست. كمان لو احنا في حاجه اسمها الاي ريتاردنت، ده هو اقصى تيار يقدر يمر في الدايره ديت من غير ما يحرق الايه الدايره بتاعت الملف. والباور اللي بيعملها بيسموها الباور كبر فول لود، يعني اقصى تحميل، يعني اقصى تحميل بيحصل في الدايره، وده بيبقى اقصى تيار ماشي في الدايره. انا اقدر اغير قيمه الفولتج ومنها لغايه ما اوصل لقيمه الايه الاي ار اللي هي القيمه الريتاردنج. فالباور بتاعتها اللي هي اللي سموها البي كبر فول لود هي عباره عن الاي ريتاردنج سكوير في الار ايكويفالنت. هي دي القيمه بتاعت الباور او للكبر فول لود او في لحظه الاقصى تحميل في الدايره. طيب بعد كده نتكلم عن جزء الافشنسي او الكفاءه بتاعت المحول. الكفاءه بتاعت اي جهاز في الدنيا بتبقى عباره عن الباور اللي خارجه منه على الباور اللي داخله له. فالباور الانبوت ممكن نخليها عباره عن البي اوت زائد البي لوسز الاجزاء المفقوده في المحول، ودي هي مقسومه لحاجتين، البي ايرون الجزء اللي مفقود فيه بسبب الايرون كور، والبي في الكبر.
طيب في حاجه عايزين نعرفها وهي حته نسبه التحميل اللي هي الكي. يعني انا بتكلم عن اي 2 مثلا اللي حصل في الدايره هو عباره عن اي 2 على اي 2 ريتاردنج. يعني هي قد ايه من الايه من الجزء الريتاردد اللي هو الجزء بتاع اقصى تيار. وبالتالي لو انا شلت قيمه البي وحطيت مكانها طبعا البي هي عباره عن الاس في كوساين فاي على البي اوتبوت هي عباره برضو عن الاس في كوساين فاي زائد البي لوسز اللي هو البي ايرون زائد البي كبر. كل ده مضروب في 100. برضو ممكن نقول ان دي هي عباره عن اس 2 على الاس ريتاردنج. يعني الاس 2 اللي هنا يعني هي عباره عن الكي في الاس ار. يعني ممكن نشيل الاس 2 دي نحط نسبه التحميل في الاس ريتاردنج على الاس ريتاردنج في الكي في كوساين فاي هنا برضو كوساين فاي زائد اللوسز اللي هي البي ايرون والبي كبر. برضو احنا قلنا من شويه ان احنا ممكن البي تبقى بي كبر فول لود اللي هي عباره عن الاي ار سكوير في الار في الار. طب لو انا اتكلمت عن قلت عن البي سي يو لو هي مش في تحميل عادي عباره عن اي 2 سكوير في الار ودي اي 2 ار سكوير. لو قسمت الكونتين دول على بعض فالار هتروح مع الار يبقى البي كبر فول لود على البي كبر في حاله التحميل العاديه هي عباره عن اي 2 ريتاردنج سكوير على اي 2 اللي هو عباره عن 1 على كي سكوير. بالتالي البي كبر هي عباره عن الكي سكوير في البي كبر فول لود او حاله التحميل الاقصى. يعني ممكن اعوض بيها هنا كمان في القانون. طيب في حاله خاصه جدا من حته الافشنسي اللي هي الايتا ماكسيمم. عشان يحصل ايتا ماكسيمم في حاله في الافشنسي لازم يكون البي ايرون قد البي سي يو. يعني البي لوسز اللي عندي هتبقى 2 بي ايرون. دي الحاله الخاصه بتاعت الايتا ماكسيمم. بعد كده الجزء بتاع الريجوليشن او الفولتج ريجوليشن. الريجوليشن ده بيبقى حاجه زي ان انا بعرف الجهاز ده بيشتغل بنسبه تيار من ايه لايه او من نسبه فولت من ايه لايه. فهو بيبقى بنرمز له بالرمز ايتا او ايه بيساوي الفي اللي هو اعلى قيمه ناقص الفي عند اقل قيمه على الفي اللي هي اعلى قيمه. طب ايه هي الاعلى قيمه وايه هي الاقل قيمه؟ لو جينا للدايره هنا هو الاكس ام وهنا هو الار سي وهنا اكس ايكويفالنت وهنا ار ايكويفالنت وهنا هي الفي 1. لو انا فتحت الدايره ديت يعني في حاله مفيش لود يعني في حاله النو لود الفرق الجهد بين النقطتين دول هيبقى هو الفي 1 اللي هو اقصى قيمه. يعني اللي هي بنسميها الفي 2 داش عند النو لود. طيب كل ما بحط لود بيحصل او بيمشي تيار في الدايره ديت فبيبقى فيه هبوط في الفولتج نتيجه المقاومات اللي موجوده هنا وبالتالي القيمه بتقل. يبقى دي في حاله الايه في حاله اللود في 2 داش في حاله اللود على اعلى قيمه اللي هي في 2 داش عند النو لود. واحنا قلنا ان في 2 داش عند النو لود هي عباره عن الفي 1 يبقى في 1 ناقص الفي 2 داش على في 1. كل ده مضروب في 100. طيب في تبسيط تاني او شكل تاني للقانون اللي هو بتاع الريجوليشن اللي هو بنعمل فيه ايه؟ بنشيل او بنخلي الفولتج بتاعنا او اللي هو الفي 2 داش ناخده كريفرنس ويبقى عندي الكرنت في حاله اللاجنج هنا اي 2 داش متاخر بزاويه فاي. طيب احنا عندنا ار ايكويفالنت انا عايز اجمعها على الفي 2 داش فبضربها في الار ايكويفالنت ايه اي 2 داش في ار ايكويفالنت
وبتبقى منقوله بزاويه فاي. كمان عايز اجمع عليها الجزء بتاع الاكس ايكويفالنت، فده بيبقى متاخر بزاويه 90، يعني زاويه عمودي كده زاويه 90 بيبقى عباره عن الاي 2 داش اكس ايكويفالنت. ولو وصلت من هنا لهنا ده بيمثل الفي 1، فاحنا عايزين نجيب القيمه بتاعه الفي 1 دي. طيب الجزء اللي هو فيه ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت، لو وصلت النقطتين دول ببعض دي بتديني اي 2 داش في زد ايكويفالنت. طيب المثلث دوت هو الزاويه اللي هي الزاويه ديت بتعبر عن زاويه السيتا شورت سيركت. دي جت منين؟ دي جت من الجزء بتاع دايره او الجزء بتاع الشورت سيركت تيست. ان انت بيبقى عندك اهو مثلث كده، دي سيتا شورت سيركت، بيبقى هنا الزد ايكويفالنت وهنا بيبقى الار ايكويفالنت لو انا مخلي ده الريفرنس بتاعي، وهنا بيبقى الاكس ايكويفالنت. فبالتالي الزاويه الكبيره دي بتبقى زاويه السيتا شورت سيركت. لو انا بتكلم عن الزاويه الصغيره دي اللي هي بتبقى سيتا شورت سيركت ناقص الفاي اللي التيار بيلاج بيها عن الفولتج في حاله اللاجنج باور فاكتور. فانا لو جيت حللت الحته دي هنا وجمعت عليها ال V2 داش، يعني قلت ان V1 هي عباره عن V2 داش، هي المفروض ان هي تبقى زائد الجزئيه دي، لكن الجزئيه دي التهمه لانها صغيره مقارنه بالجزئيه دي الافقيه ديت. ف V2 داش هتبقى عباره عن او V1 تساوي V2 داش زائد I2 داش في Z equivalent في كوساين الزاويه بتاعت الشورت سيركت ناقص الزاويه فاي اللي هي التيار بيلاج بيها. فانا لو عوضت بيها في قانون الريجوليشن ف V1 هي عباره عن V2 داش، ف V2 داش هتروح مع V2 داش، هيبقى لي I2 داش في Z equivalent في كوساين سيتا شورت سيركت ناقص فاي على V1 في البرسنتج بتاعتها اللي هي ايه؟ دي لما بنعمل ريفير للبرايمري. طيب لو انا عملت ريفير للسكندري، طيب لو احنا بنتكلم هنا دي السيتا او ده في حاله اللاجنج تبقى بالماينس، لكن لو حاله بتعمل ليدنج هتبقى بالبوزيتيف في القانون دوت. طيب لو انا بعمل ريفير للسكندري فدي هتبقى اي 2 عادي جدا، ودي هتبقى زد ايكويفالنت 2 زد ايكويفالنت 1 كوساين نفس الزاويه سيتا شورت سيركت ناقص الفاي ناقص او زائد، لو احنا قلنا لو بيلاج بيبقى بالناقص زي ما احنا عملناها واثبتناها بالفيزر دايجرام على في 2 في 100.